بالك على اتنين لعيبه تحديدا، لانه الاعلام المضاد للنادي الاهلي بيتكلم عنهم كتير جدا، وانا حابب ان انا اسمع منك وجهه نظرك في هذا الموضوع. هل هناك او في مشاكل ما بين الجهاز الفني واحمد فتحي او وليد سليمان؟ وليد تاليسيونادو، وليد مصاب، وليد مصاب لو podría entender si estuviera bien, pero ممكن افهم ده لو كان ممكن افهم ده لو هو سليم، لكن هو مصاب. O sea, la verdad que no entiendo mucho la pregunta. حقيقة مش فاهم السؤال بالظبط. Y con Al-Fatih lo mismo, estuvo lesionado mucho tiempo. Al-Fatih كان مصاب فترة كبيرة. Él mismo acaba de decir, el conductor acaba de decir recién. أنت حتى السائق كان بيقول الكلام ده. Que Hani está en un gran nivel. إن هاني كان في مستوى كويس جدا. Acaba de ir a la selección nacional. وراح المنتخب دلوقتي. Eso es darle confianza a los jugadores también. احنا بندي ثقة للاعبين. Juegan 11. بيلعب 11 لعيب. A mí me gustaría tener un equipo. انا اتمنى ان يكون عندي فريق. Donde jugara Azaro. يلعب أزارو. Donde jugara Marwan. يلعب مروان. Donde jugara Salamoshen. صلاح محسن. Donde jugara Nasser. وناصر. Donde jugara Soliman. وسليمان. Donde jugara Saleh Goma. وصلاح جمعة. Pero todos no pueden jugar. لكن في نفس الوقت كلهم ما يقدروش يلعبوا. Lamentablemente es imposible. للاسف ما نقدرش نحط. Y bueno, estamos intentando buscar los momentos. بنختار الوقت المناسب. De cada uno. لكل لاعب من دول. انت عارف انا بسال السؤال ده ليه؟ بسال السؤال ده لانه no lo sé. خلال الاسبوعين اللي فاتوا تحديدا كان هناك اعلام مضاد للنادي الاهلي بيتكلم في الاثنين دول تحديدا، فاحمد فتحي ووليد سليمان. عشان كده انا بسال حضرتك السؤال ده علشان الناس تفهم من المدير الفني ومن خلال قناة الأهلي إيه اللي بيحصل جوه الإدارة الفنية للنادي الأهلي. Sí, a ver, vuelvo a repetir, Walid está entrenando para volver a jugar. Walid بيتدرب عشان يرجع يلعب. Incluso entrena aparte todavía, ni siquiera entrena con el grupo. ولحد دلوقتي بيتدرب على جانب من الفريق. Eso habla de las claras que todavía está lejos. هو لسه بعيد عن اللعب شوية. Pero realmente lo necesitamos. لكن احنا محتاجينه طبعا. Yo a Soliman era uno de los jugadores que conocía. وليد سليمان احد اللاعبين اللي انا عرفتهم قبل ما اجي كمان. Y en el caso de Andrés Fati. واحمد فتحي. Acaba de jugar una Copa del Mundo hace seis meses. لعب كأس العالم من ست شهور. O sea que estamos hablando de gente muy importante. دول لاعبين مهمين جدا بالنسبة لنا. Que seguramente, bueno, va a tener su momento y su lugar. هياخدوا مكانهم وهياخدوا. Simplemente hay que esperar. هو فقط الانتظار. وهو ده اللي دايما كنت بقوله لحضراتكم، ان احنا خلال الفترة اللي فاتت لما كنت بطلع معاكم في ملعب الأهلي مثلا ونيجي نتكلم، كنت بقول لكم ان احنا عندنا مشاكل، أو ان الناس بتقول ان احنا عندنا مشاكل، وان ده هيكون دايما خلال الفترة اللي جاية الناس بتتكلم في هذا الموضوع، وعايزين يهدوا النادي الأهلي ويخبطوا فيه زي ما كنت دايما بشرح لحضراتكم من لسان المدير الفني للنادي الأهلي، أن الانتظار خلال الفترة القادمة هو اللي هيخلي اللعيبة دي تلعب، لأن هو بالنسبة له عايز اللعيبة تلعب كلها، لأنه في النهاية لما يبقى عنده وليد سليمان وأحمد فتحي وأزارو زي ما هو قال الأسماء اللي قالها كلها هيبقى هو اللي مبسوط. ده مش هيعمل لك مشكلة يا كوتش بالمناسبة ان انت يبقى عندك عدد كبير من اللاعبين اللي بيلعبوا في مكان واحد وكلهم نجوم؟ Lo que pasa que las preguntas, el fútbol es, vuelvo a lo de los momentos. الكورة معتمدة دايما على الوقت. Puede ser un problema tener jugadores en la misma posición. ممكن يكون مشكلة ان انا عندي لعيبة كتيرة في نفس البوزيشن المركز. O es un problema no tener jugadores. والمشكلة الثانية إني ما يكونش عندي لعيبة أساسا في المركز. صح. فوتبول. ده كورة. Prefiero tener de más que no de menos. أنا أتمنى طبعا يكون عندي لعيبة أكثر في كل مركز من إن أنا ما يكونش عندي لعيبة. Para mí lo más importante. أنا الأهمية بالنسبة لي. Por encima de todo. فوق كل الناس، فوق كل حاجة. Es el equipo. هو الفريق. Después vienen los jugadores. بعد كده اللعيبه نفسها. Y yo quiero lo mejor para cada uno porque fui jugador. وانا عاوز احسن شيء لكل لاعب. Pero lo más importante siempre es el equipo. لكن اهم حاجه هو الفريق، روح الفريق.